بعد مرور 15 سنة لإطلاق برنامج إعادة هيكلة القطاع العمومي لشعبة اللحوم الحمراء وإنشاء الجزائرية للحوم الحمراء الفيار، إلا أن هذه المؤسسة حجزت عن ضبط سوق تجارة اللحوم الحمراء وتكوين مخزون استراتيجي من نسبة 50% من قدرات المركبات الجهوية لمواجهة الطلب المتزايد سيما شهر رمضان، وهو ما يفسر لجوء الحكومة إلى استيراد اللحوم لتغطية العجز. وبلغة الأرقام، مؤسسة الفيار استفادت من قدر بنكي بقيمة 1.2 مليار دينار، بالإضافة إلى معدل فائدة مدعم من طرف الخزينة العمومية. أنا وبكل أسف تقرير مجلس المحاسبة حول مؤسسة الجزائرية للحوم الحمراء الفيار التي فشلت في تسيير وتطوير هذه الشعبة، لأنه برنامج ضبط السوق وتكثيف الرقابة الصحية لم يتحقق، بالإضافة إلى تأخر في برنامج الاستثمار لمدة أكثر من 10 سنوات، رغم ارتفاع تكلفته من 3.5 مليار دينار إلى 5.5 مليار دينار، يعني ارتفاع في التكلفة بنسبة 57%، كما أن تطوير قدرات الإنتاج وتوزيع اللحوم لم يعرف تطور كما كان مبرمج له في مخطط عمل الحكومة. نقترح أن تكون مؤسسة أخرى خاصة بتطوير قدرة الإنتاج، ومؤسسة أخرى لما لا مختصة في ضبط السوق، وأخرى في تكثيف الرقابة الصحية. عملية استيراد اللحوم والعجول ظلت حصرية لشركة الفيار منذ سنة 2022، لكنها لم تتمكن من تموين السوق بالشكل الأمثل، وإلى غاية سنة 2021 إجمالي المواشي التي تحوزها الفيار لم تتجاوز 6%، أما نسبة قدرة الذبح أقل من 2%. وحسب تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2023، كشفت عملية التدقيق الرقابية حجم الأخطاء وضعف القدرات في التسيير لمؤسسة الفيار. القطاع العمومي في شعبة اللحوم الحمراء الذي تمثله الجزائرية للحوم الحمراء وفروعها عاجز عن تحقيق برنامج التطوير المدمج المطلوب، إعادة هيكلة الشعبة وتكليف مؤسسة قادرة على ضبط سوق شعبة اللحوم الحمراء التي لا تزال تشكل صداعاً حاداً للحكومة.